السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي راكم دايرين حبابنا الاعزاز؟ جيسبر راكم بيان. ما كتبان لي قلعنا فيديو كنت معاك. المهم جيسبر تكونوا بيان. اليوم جبنا لكم واحد الاستوار واحد اخرى جديده اللي نورمالمون شابه مانيش عارف. اليوم استوار مي اومام طو حاجه تاع الطفوله تاعنا اللي توشاتنا كاع كيما رانا لا جينيراسيون تاعنا ولا قبلنا باسكو جينيراسيون اللي مورانا تاع 2003 وكاع هادو 2002 لي 2000 وروح. تفرجوا ميكي تشكيل هادو تاع هادوك تاع داك اللي يطير في السماء هادوك تاع كاين بزاف شكيل بنجل وبنجل كاين واحد ميكيات هكا داير. المهم هاد لي صور تاع اليوم قبل ما نقولها لكم نقول لكم باللي هاد الفيديو راه داخل في السلسله تاعنا تاع 5 ايام كل يوم فيديو. حاجه واحده اخرى ماذا بينا تدخلوا تابونوا في الانستغرام باسكو مور ما تكمل هاد السلسله اللي انا نديرو فيها دروك غادي نبدو لكم في سلسله واحده اخرى تشالنج واحد اخر. شي يقول هاد تشالنج يقول باللي كنت لحقوا لنا 70000 ابوني في الانستا شنديرو 7 ايام كل يوم فيديو تاع حكايه تما معناتها سيمانه كومبلي وانتم تفرجوا. دونك تبقى عليكم دخلوا تاع في الانستا وابوني ماكسيموم ورسل اصحابك الماكسيموم. ليستوار تاعنا تاع اليوم تحكي على الميكي اللي يسموه تيليتابيز الى راكم عاقلين عليه. كي كنا صغار وكنا نتفرجوا تيليتابيز انا واحد من الناس تفرجته وكنت نفرح بزاف وكان يعجبني باسكو كان عنده ديلير هكا وكان فيه غنى وكان فيه ضحك وكل شيء. مي او ميم طون كنت قاعد تتفرج بيان زعما كيما راك كبير دروك ودير تيليتابيز تري ماركي واحد صوالح كيما نقولوا احنا بيزار ماشي نورمال. شوف باللي كاين ميكي في كرشه مربع وتلفزيون يدخل له من كرشه من بعد تفرج شغل ماشي لوجيك ما وراه المعنى تاع هاد الميكي راكم فاهميني ولا كش فاهميني. على بها كاين واحد القصه اللي تخوف بزاف 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 اللي مور هاد الميكي اللي يقولوا باللي صرات هاد الميكي تاع تيليتابيز كومبلي. مين جا شكون جاته الفكره؟ واحد السيد جاته الفكره من واحد السبيطار تاع لي مراد من عقلهم في بول غاريا. مي هاد السبيطار تاع البزوز سما لي مراد من عقلهم مي صغار في اللاج سما عندهم 5 سنين 4 سنين 6 سنين وهي رايحه. وين تا اكزاكت جاتها الفكره؟ سنه 1995 وهاد السبيطار في بلغاريا شايع يقولوا له لا لا لاند شغل شايع بهاد الاسم تاع لا لا لاند. والحاجه تانيك اللي كانت شايعه في هاد السبيطار ومشي مليحه هي باللي يقول لك باللي هاد السبيطار في بلغاريا كانوا الطباء والخدامه تاع هذاك السبيطار يعاملوا البزوز معامله واعره بزاف وتخوف بزاف ومشي مليحه بزاف سما معناتها كانوا يصوتوهم وكانوا يحقروهم وكانوا ما يعطوهمش مام بحقهم وكاع ومام في الماكله كانوا يذكروا فيهم سما كانوا معاملينهم كيما الحيوانات. ويقول لك ثاني مين يكون كاين البرد بزاف برا هما شي يديروا هذوك البزوز يدخلوهم في لي شومبر باردين بزاف وفيهم الظلمه ما فيهمش كاع الضو ما كاش طرف صغير تاع الضو سما ديجا راك في الظلمه وانت عندك 5 سنين وانت مريض من راسك وزيد البرد يضرب فيك حدك سما غادي تزيد تهبل ما غاديش تريح. وكانوا مام في بزاف لي مومو الماكله وما كانوش يعطوها لهم. وهادو تيليتابيز لا تعرفوهم هادوك بو لالا وبيبسي وكاع ماشي عقل عليهم اكزاكت شغل هادي هي الفكره من جات كانوا 5 بزوز في هاد السبيطار وماتوا في نهار واحد في بلغاريا على بها جاته لي ديسيد ودار هاد الميكي. دونك غادي نهضروا على كل واحد من لي تيليتابيز الاولى سموها لالا هذيك الصفراء. بون غادي نهضروا على الشيره تاع بصح اللي كانت في السبيطار مريضه كانت عندها واحد الاعاقه في وجهها اللي تردها دائما تضحك دائما مبتسمه لا بغات تكون زحفانه ولا من هذيك الاعاقه ترد وجهها يبان مبتسم. ويقول لك باللي هذه لالا ما دخلوهاش لهذا السبيطار باسكو كانت مهبوله كانت نورمال في عقلها ما كانتش مهبوله غير وجهها كان ديفورمي. مي مين دخلت مع كاع اللي حكينا لكم اللي كان صاري في هذاك السبيطار 5 سنين كانوا كافيين باش يهبلوها من مور 5 سنين هبلت وما ولاتش نورمال وكانت ثاني ما تنجمش تهضر. ومين كانوا يبلعوا عليها في الشومبرا اللي قلنا لكم هذيك البارده كانت ترقص وحدها ماغري كو ما كان ني موسيقى ني والو كانت ترقص وحدها في البرد وفي الظلمه. ويقول لك ثاني باللي من الكتريات اللي بلعوها في هذوك لي شومبر الباردين من الكتريات اللي ما شافتش الشمس حتى الجلد تاعها ولا صفر وعلى بها في الميكي تاع لي تيليتابيز ولا المسلسل تاع الصغار دارينها صفرة. مي كاع اللي صرا فيها وكاع حكا وتجور قاعده تضحك على جال التشوه اللي كان في وجهها. وواحد الخطره الطب حكموها وداروها في واحد السرير وربطوها وكسروا لها كرعيها ويديها وكاع حكا ولا لا قاعده تجور تضحك ومبتسمه. على بالي بزاف فيكم راهم يقولوا شاهي السبه بالك هما كانوا ينرفوهم ولا بصح تكون اي سبه ما تنجمش تخليك انت تضرب غريان في كرعه وتهرس له كرعه ما عندكش عذر على هادي سما انا تبالي الطبه هما اللي كانوا مرات في هاد السبيطار. التيليتابيز الزوج تاعنا كان سموه تويتي وهذا تويتي اللي كان عنده الكولير موف بنفسجيه هذيك. ويقول لك باللي تويتي كان عنده نفس المشكل تاع لالا واللي هو كان يبتسم بزاف مالغري الاعاقه بصح كان يبتسم بزاف وزيد على هادي ما كانش يسمع سما كان
طرش ويقول لك هذا تويتي من الكوتريات اللي قعد بزاف في هذا المسيح هاك شغل قعد كتر من هذه لالا وقعد كتر منهم قاع حتى كان دائما يبغي يهرب سما هذه ما كانتش سبيطار كان كيما الحبس صاي كانوا يهربوا منه حتى واحد النهار كان با يهرب خرج وهرب مي مالوريزمو تويتي مين هرب كان كاين تلج بزاف برا وكان البرد بزاف برا وطاح من الكوتريات البرد ولا يرجف حتى حكموه السيكوريتي تاع هذاك السبيطار ورجعوه للسبيطار وراكم عارفين باللي موراها يشبعوه صوت شبعوه ضرب زيدوا يحقروه اكثر وعلى جال هادي مين كان البرد بزاف داك النهار ودخلوه زادوا ضربوه وهو بردان ودخلوه ديجا في شومبرا بارده يقول لك باللي شواربه ولاو زرقين ولحمه ولا زرق من كثريه البرد على بها تويتي داروا هنا بنفسجي شغل رايح للزروقيه ومام واحد النهار من كثريه اللي عذبوه هذا تويتي حلوا له فمه قلعوا له كاع سنيه بالكلاب مي الحاجه اللي تشوكيك هي باللي قعد العذاب وكان صغير وقع هكا كان غير يبتسم هما يديروا له فات صالح وهو يبتسم وهذا تويتي هو اللي كانوا مسمينه تينكي وينكي في تيليتابيز الثالث اللي غادي نهضروا عليه هو اللي جاي اخضر في تيليتابيز هذا سموه دونكا وتاني كيما زوج الاخرين كان تاني عنده واحد المشكل في وجهه اللي كان توجور يبان مبتسم مالغري كله اون بليس دو سا كان ما ينجمش يهضر وكان دائما يكون مريض ودائما يتقيا دائما ما عندهش الانرجي دائما ماشي مليح دونك على العام مريض من المرض تاعه كان ضعيف بزاف حتى ولا كي تشوفه رايح للخضوريه وكان دائما جيعان مي اللي كان يخدموا في السبيطار ما كانوش مهتمين به وما كانوش متخلين فيه حتى اللي قعد كيما هكا حتى اللي جا واحد النهار وين مات مع الاخرين وهذا اللي في تيليتابيز دايرينه خضر اللي يسموه بيبسي والتاليه اللي جايه حمراء في تيليتابيز الرابعه في الحقيقه هي كانت كيما الاخرين وكانت تبتسم تاني بزاف ومن الكوتريات اللي كانت تبتسم بزاف وكانت مريضه شويه معقلها العائله تاعها قاسوها في داك السبيطار مي كان عندها 3 سنين تما ملي كان عندها 3 سنين مسكينه صغيره وهي عايشه في وسط هذاك لينير والزعاف تاع الطب والضرب والصوت والشومبرات الباردين وهذوك صوالح حتى واحد النهار هذه الشيره صغيره مسكينه وقعت حريقه في هذاك السبيطار وهذيك الحريقه بدات غير تزيد 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 هذوك الطب اش داروا هربوا ما حوسوش كاع على هذوك الصغار ومام هذوك الصغار هربوا وخرجوا من داك السبيطار مي هذه الغريانه صغيره مسكينه لحقت عليها الحريقه وحرقتها كاع كيما راها وقعدت تعاني وهي ساكته ما زقات ما والو حتى دخلوا من بعدها كي طفوا كاع ديك النار لقاوها هي قاعده في القنت ومبتسمه ومحروقه كومبلي كيما راها ودمومات دمومات حمراء على بها في تيليتابيز داروا الكولر تاعها حمراء وهي اللي كانوا مسمينها في تيليتابيز بو على بالي راكم تقولوا وهذه شا دخلها هنايا كل واحد مات كيماك ومن بعد ما تقلقوش هادو ربعه كانوا صحاب وكانوا كل واحد فيهم دايرين له تلفزيون صغير في بيته تما عندك تلفزيون غير صغير باش تشوف وتتفرج هادو البزوز ربعه كانوا كيتفرجوا في تلفزيونات تاعهم كان هذاك هو الوقت الوحيد اللي كانوا ينسوا فيه هذاك العذاب وهذاك الخوف اللي كانوا عايشينه في السبيطار تما كانوا يتقلقوا كاع النهار باش يتفرجوا تلفزيون يفرحوا بزاف مين يقعدوا يتفرجوا في التلفزيونات تاعهم مي جا واحد النهار وين الاداره تاع السبيطار بغاو يحبسوا التلفزيون باسكو ولاو يكونسومو بزاف التريسيتي تاع السبيطار ولاو يستهلكوا بزاف التريسيتي وبزاف الضوء ولاو يخسروا بزاف دراهم مين سمعوا بالخبر وسمعوا باللي طبا وقال يخدموا في السبيطار بداو يرفدوا في التلفزيونات باسكو غادي صاي يحبسوهم هما ما بغاوش باسكو كانت الحاجه الوحيده اللي تنسيهم في المشاكل تاعهم اللي صار لهم دونك كل واحد دا التلفزيون تاعه وخزنه مي وين يخزنوهم ما عرفوش وين يخزنوهم باسكو كانوا خايفين غادي يدوهم لهم وكانوا يليق لهم يخزنوهم في بلاصه وين ما غاديش يسيبوهم دونك كل واحد قاعد يشوف في الاخر خايفين حتى وحده فيهم والاستوار تقول باللي لولا هي اللي جاتها ليدي وين دارت صباحها في فمها وقالت لهم باللي غادي نخزنوه في كرشنا كل واحد ياكل التلفزيون تاعه دونك ما على بالناش كيفاش داروا ما على بالناش كيفاش سياو باش ياكلوه ولا مي نهار من موراها طبا دخلوا لش الشومبرا اللي كانوا فيها هادو ربع دراري حتى صابوهم غارقين في الدم الشومبرا معمره الارض تاعها غير دمومات كرشهم محلوله سياو ياكلوا التلفزيون مي راكم عارفين ما يقدوش باسكو كانوا صغار وتاني مام واحد كبير ما يقدش ياكل التلفزيون على بها كاع في ربعه ماتوا في نهار واحد سياو ياكلوا هذاك التلفزيون وكاع هكا كاع الدم وكاع المعاناه اللي صارت لهم كاع ماتوا وهما مبتسمين يضحكوا في وجه لازم تفهموا مليح باللي هما من كانوا مرات معقلهم خمو يديروا كيما هاك باسكو من كثرة اللي عاشوا في هذاك السبيطار وعانوا بزاف ديجا هما كانوا شويه مرض وزادوا مرض
كيمرضوا اكثر واكثر على بها خموا هذاك التخمام باسكو بغاو يقلعوا لهم الحاجه الوحيده اللي كانت تفرحهم في الجهنم اللي كانوا فيه. وليستوار تقول باللي على هذه سماو الميكي هذا تيليتابيز. دونك هذه كانت ليستوار تاع تيليتابيز. حنا ما على بالناش اسكو كاينه منها ولا لا باسكو لا تعرفوا باللي ماشي اي حاجه تلقوها في انترنت معناتها كاين منها. بالك دي فان تاع تيليتابيز اخترعوا هاد ليستوار بالك كاينه منها. مي حاجه سور سيكو هاد ليستوار هي يعيطوا لها كريبي باستا استوار تاع خوف. ما ناش عارفين لا كاينه منها ولا لا مي استوار شابه تستاهل باش نحكوها لكم وباش تسمعوا بها. جيسبر عجبتكم القصه تاعنا تاع اليوم ها وماذا بينا في لي كومونتير تعطونا رايكم وكل واحد فيكم يقترح رايه ويقول الراي تاعكم يهمنا باش نزيدو نديفلوبو ونزيدو نحوسوكم على لي استوار واحد اخرين. المهم جيسبر عجبكم هذا الفيديو ونتلاقوا بروشالمون في فيديو جديد اللي هي غدوه ان شاء الله. ما تهربش غدوه عاود روح تفرج ايام بعد